بسرعة أعلى. واحد يقول زين، إذا هذا، إذا إحنا ستاتيك قاعدنا بالمطار، هذا الرام جيت ما يشتغل، يصير كأنه فرن، شو يسموته هذا مال خبز، كأنه فرن مال خبز، ما يحتاج يعني، ما يشتغل عندك. لازم وجود سرعة وضغط خارج، ماخ نمبر لازم يشتغل بيه، لازم يدخل ماخ ويخرج ماخ. فهمتوني شنو؟ لازم تتحرك الطائرة، يدفعونها هواء، يشيلوها بالطائرة ثانية ويهدوها، كل الأمور إنجن بسيط جدا، ولكنه عيبه أنه ما يشتغل بالاستاتيك، يعني على الأرضية ما يشتغل، لازم أنت تشيل الشمال بسرعة معينة، ذاك الوقت يتوفر الضغط المعين والسرعة المعينة حتى يبدأ يحرق ويشتغل، غير هذا ما هو موجود. الرام جيت كما تشوفون أمامكم شوفون أمامكم هذا الأجزاء مالته، اللي ده شوفوه عندنا هسه المدخل الاتموسفير، هذا عندنا، وهذا الاتموسفير يا أبنائي يجي وراء المدخل لهذا الانجن، وراء هذا الانجن راح يفوت على ديفيوزر، ومن الديفيوزر الخارج من الديفيوزر يفوت على برنر، الى الخارج من البرنر، ومن ثم الى لاحظ ابنائي ان الاجزاء هذه كلها عباره عن داكت، يدخل الهواء ويخرج من الجهه الاخرى. والله هذا دوخنا، هذا ابو العتيق مرد مرد العمال. مثلنا هذه الدورة مالته بال ال HS diagram. HS diagram بمثال كلش حلو حتى نمثل به الدورة. واحد يقول بس هي ترى دورة، أيضا نرجع أنه هي دورة غير مغلقة، بس أنت هنا بال HS مسويها مغلقة، ما تقدر تفهمنا شنو المبدأ من عندها. هي دورة غير مغلقة، ولكن نقطة الثمانية عندك ونقطة الـ A المدخل والمخرج الشاركوا بنفس الضغط، الشاركوا بيش؟ بنفس الضغط، أي أن الثمانية الـ P8 والـ PA اثنين على نفس الضغط. فلذلك مسألة أنه هذا أكو لاين كلوز، هذا لا يعتبر به، لا يعتبر به، وإنما هي يبدأ منا وينتهي بهذا المكان، تبدأ منا الدورة هذا وتنتهي في هذا المكان. الله زين أولادي، زين شنو اللي دي يصير؟ اللي دا يصير انه اكو هناك عمليه انضغاط اولي ما بين الاي وما بين الواحد، هذا الهواء يبدي يتوسع من مكان بعيد الى ان يوصل الى الفوهه، التوسع هذا ايزنتروبي كامل، حتى لو ناخذها بالنون ايديال سايكل ايزنتروبيك من اي الى واحد،
بمعنى لا توجد احتكاك، لا يوجد كذا، لا يوجد لوسز في هذا المكان، وإنما هو عبارة عن توسع، بالتالي انخفاض في سرعة وزيادة بالضغط. هذا هو الديفيوزر الايزنتروبي، انخفاض بالضغط، انخفاض بالسرعة وزيادة بالضغط، انتقل من صفر إلى واحد. جيد، بعدها دخل الهواء إلى داخل الديفيوزر. الهواء بداخل الديفيوزر عندك أيضا العملية اللي نتكلم عليها هي شنو؟ ايزنتروبيك. بمعنى آخر أنه أي تغير بداخل الـ أي تغير بداخل الـ أي احتكاك بداخل الديفيوزر مهمل. فبالتالي العملية اللي دا تصير أن الهواء أيضا إيش دا يصير بي؟ دا يصير بي decreasing المن إلى الـ إلى السرعة وزيادة للضغط. وهاي العملية يا إخواني جهزت لنا المائع لأن يدخل إلى غرفة، يدخل إلى الجزء الخاص بالاحتراق. يعني هذه إحنا الفليمينج اللي يتكون هنا عندنا بيها عملية الحرق للوقود وعملية الخلط. هو ليس من المعقول أنت تجيب الهواء بسرعته الكاملة وتدخلها بداخل هذا العملية الاحتراق اللي تصير بالداخل، فبالتالي عندك ما راح يصير عندك احتراق، لأن أصلا عملية المزيج وعملية تهيئة الميكسينج فلويد ما بين الوقود وما بين الهواء يجب أن تتم عملية الحرق بضغط وسرعة ثابتة بداخل هذا. عموما لا تتجاوز الماخ 0.3 في هذا المكان. وأنا من أقول أنه الماخ مثلا 0.3 0.4 هذا شنو أنا يعني اللي أبغى من عنده أو اللي أريد أقول لكم إياه، أنه لما أقول الماخ نمبر ليس قصدي فقط على السرعة أبنائي، يعني مو قصدي على السرعة، أنا دا أحكي شنو لكم ماخ نمبر. الماخ نمبر ليس سرعة فقط، سرعة ودرجة حرارة. ماخ نمبر سرعة ودرجة حرارة للماء. فلما أقول الماخ نمبر بهالشكل معناها أنت تفهم أنه أنا إذا أتكلم سبيشالي على من؟ على الماخ نمبر. زين أبنائي، أعددناه للهواء ووصلناه إلى كونديشن 3، أدخلناه إلى البرنر. هذا البرنر شو راح يعمل؟ راح يعمل على حرب عفوا هيعمل على حرب. هذا عملية الحرق راح تؤدي تعمل أقول العفو راح تصير بضغط ثابت. عملية الحرق أو عملية الانفجار راح تتم بعملية ثابتة الضغط كما هو مؤشر إنه بالخط ما بين 3 و 4. في المقابل في كل مرة إحنا دا نحكي درجة الحرارة في كل الأحوال
زيد درجة الحرارة تزيد، لأنه إحنا إيش دا نسوي أيضا؟ دا نزيد الضغط، نزيد الضغط وبنفس الوقت دا نقلل السرعة. وصلنا إلى هذا، بعدين زيدنا الضغط عن طريق الاحتراق إلى نقطة 4، من ثم سوينا. لسه شغلة كمان، شغلة أن إحنا نحول هذه الطاقة الكبيرة الناتجة من الاحتراق والضغط العالي الناتج من هذا العملية اللي وصلناها بهذا الخط، نحولها إلى سرعة. نحولها إلى سرعة. جيد. من حولناها إلى سرعة، شنو اللي صار؟ أخذنا جزء من الطاقة مالتها، كان بدرجة حرارة هالقد أصبح بدرجة حرارة هالقد. هذا يتفسر إنه إحنا حولنا الطاقة إلى كاينتين، حولناها إلى سرعة. بنفس الوقت زادت، قل الضغط وزادت السرعة. النزول بهالشكل، الصعود بهالشكل. هذه العملية أدت بنا إلى أنه نفحصها كالتالي. هذا الجزء وهذا الجزء. الجزء الأول الـ A والواحد والثلاثة ايزنتروبيك، والأربعة والثمانية هم ايزنتروبيك. فإذا البريشر والتمبريتشر التوتال، لا أحكي التوتال، البريشر والتمبريتشر للـ A والواحد والثلاثة شبيهن التوتال؟ متساويات. و يعني للجزء هذا وللجزء هذا وللجزء هذا كله متساوي، البريشر والتمبريتشر التوتال. وللجزء هذا وللجزء هذا فالبريشر والتوتال تمبريتشر ايضا متساوي. زين، وهسه هاي كم عرفناها؟ بما انه عندنا البريشر وين تمبريشر، البريشر عندك بالكمبشن، الكمبشن بتتم ببريشر ثابت. وبما انه احنا دا نشتغل، ما دا نشتغل على سرعه او كذا، فاذا التوتال تمبريشر لكل اجزاء هذا الرامجت راح تكون متساوية. يعني الـ P هنا الـ Total Constant المان الرانجات، يعني يدخل منا الهواء بـ P Total ويخرج بنفس الـ P Total. Total تحكي يعني الهيد الفوقاني هذا Total كامل، اللي جوه مرة يتحول إلى ضغط ومرة إلى سرعة، ومرة بالعكس يقل الضغط يتحول إلى سرعة، بس بالنتيجة النهائية الضغط التوتال المال. زين أبنائي، أكو فيديو سكرام جيت. سكرام جيت هو نفسه بس بي يعني اختلافات بسيطة عن الرام جيت، هم شرحناها بالمحاضرة الأولى شوية بال
عملية الحرق، عملية الترتيب الخاص داخل الإنجن يختلف شوية شوية مو هواية، ولكن هو بنفس المبدأ اللي يشتغل به اللي يشتغل به ماردونا ماردونا والله ماردونا نفس المبدأ اللي يشتغل به اللي يشتغل به الراجل. لحظة بسيطة. ابنائي هذا فد ما ادري شايفيه انتم او لا، بس هو حقيقة في التصوير سابق لطائرة هايبرسونيك، يعني الماخ نمبر مالتها فوق الخمسة. الانترنت شوية ضعيف بس السلام عليكم. شوف هسه لاحظ انت هنا هذا تلاحظه، هذا المحمول، هذا هاي هي الطائرة محمولة على طائرة كبيرة جدا، وان شاء الناس هاي يشتغلون عليها اللي هو مع اليو اس ارمي. هاي الطائرة هايبرسونيك with ماخ نمبر equal to 6. ال اكس 52 اعتقد كانت اسمها، تعتمد على انجن اسمه السكراب جيت، هو قريب الى الرامجت. هاي الفيديوهات هسه بالجديد بدأت تنزل، يعني ولو صار لها فترة بس يعني الناس بدأت تنزل أمور كثيرة. في كل 50 سنة يمكن أو 30 سنة ينزلون مجموعة من البيانات القديمة. هسه لاحظ أنه الطائرة ما تقدر تطير، هاي السكرام جيت ما تقدر تطير هي وحدها. سبب يراد لها ماخ نمبر وسرعة واتيتيود وضغط معين حتى تقدر تطير. فأبسط وأرخص طريقة هي أن تحمل على طائرة أخرى وتترك. طبعا هاي كان القصد من عندها أن تعمل صواريخ بالستية، صاروخ سكرامجت بالستي يروح يقصف مناطق بعيدة. لاحظ وياي طبعا العملية اكو شنو فرقه عن الصاروخ، شنو فرقه عن الصاروخ يعني سكرامجت، شنو فرقه عن عن الروكت انجن. الروكت انجن ما بي انتيك، هذه بها انتيك بالامام، يعني ياخذ الهواء ويدفقه للخلف. مبدئيا يعني الوقود مالته عمليه الصرف وغيرها
هذا هو الأمام مال تبع اللحظة هذه. شوف لاحظي حرك الرادار مالته، لاحظ هذه وهذه الجهة أيضا. سرعة تمام البوينغ 707، طبعا هاي مو 707، هاي أعتقد B-52. هذا صاروخ أو المحرك بشكل عام. لا تلاحظون هاي القاعدة اللي يضربون بها عملية الإطلاق، هذا بشكل عام هذه هي المدلعة. هذا فيلم توضيحي يوضح لكم أن السكرام جيت لا يمكن أنه نطلق أو يشتغل بالستاتيك، وإنما يجب أن يكون هنالك قوة تعمل على تحريكه. راح يبدون الإطلاق قبل أنا آسف بالنسبة للصوت، يعني جدا آسف، ما أدري ليش، يعني شوية يعني تكنيكالي شوية بدأ أبحث بالموضوع، بس يعني حقيقة إن شاء الله في الأيام القادمة بس أصير صحتي زينة إن شاء الله أشوف شنو المشكلة. بس هو كصوت وكذا هذا أعتقد ما يعني أكو مشكلة بسيطة. أطلقه الآن، بس راح يبدي يشغل الإنجن. لاحظوا وياي شغل الإنجن. هسه سوبرسونيك. يريدون يوصلوا للهايبرسونيك، طبعا حتى يعبرون به الفضاء الخارجي. عموما نجحت العملية، يعني يروح يخرج خارج الغلاف الجوي ويرجع. الباليستكس روكيتس أو الباليستكس إيربلينز، أنه هم لاحظوا وياي يعني. أطلق انفصل. بس يحكون على الموضوع بشكل عام. هاي اختبارات داخل الوينتنل، بالمناسبة عندهم اختبارات هايبرسونيك، هذا تمثيل آخر يبدي يطلق إلى الفضاء ثم هناك يجدد. هاي السوداء هسه يشتغل عنده سكرام جيت، طبعا يفتح يعني خارج الغلاف الجوي إلى أن يهبط إلى مكان آخر. العموم نرجع إلى محاضرتنا. فهذا العمل مالته، فشغلتين احنا نريدها من الانجن ومن السايكل، شغلتين بس. الشغلة الأولى تقيل الثرست، والشغلة الثانية معدل صرف الوقود. اوكي شباب، هاي الشغل اللي يعني. اذا كان على الثراست فعد المعادله المشهوره اللي اخذناها واشتقيناها بالمحاضرات السابقه، اللي هي جزء من عدها تتعلق بالبرشر والمساحه، برشر الداخل والبرشر الخارج، والجزء الثاني اللي هو يتعلق بالمومنتوم الخاص بالماء داخل والماء الخارج. وكل هذا ركزنا في سواء كان دراج فورس، الاحتكاك وغيرها من الامور الاخرى. زين، جيد، حتى نفحص هاي المعادلة لازم نعرف
وهذا هو أكيد أن يكون معروف أنه جد الأم دوت مالتنا، وهذا معروف حسب تصميم الطائرة أو تصميم الإنجن اللي إحنا نريده. كذلك السرعة اللي تطير بها الطائرة اللي هي اليو اي، الطائرة الايركرافت بيش تطير بها سرعة أيضا معروف، يجب أن تكون معروف. وعلم أنه البي إكزيت الضغط بالبي 8 والبي اي على اعتبار أن البي إكزيت هي بي 8، عفوا البي إكزيت هي البي 8، فبالتالي هذا يختصر منها. بعدين شو سوي؟ راح يبقى بس هذا الترم عندي، خلي أقسم الطرفين على M dot U A، أصبح عندي هاي المعادلة. وظيفتي الآن تركزت على الريشيو اللي تصير ما بين سرعة الخروج وسرعة الدخول، قد الفرق بيناتهم هو هذا شغل الرمجة. فالرمجة بهذه الحالة اعتمد على هذا فرق السرعة، على الريشيو مال السرعة، وكذلك على الأمدوت اللي أنا دا أدخل. إيش قد أمدوت أنا دا أدخل؟ إذا كبيرة الرمجة يصير عند القوة مال الفرص عالية، إذا صغيرة تصغر. إذا الريشيو هاي كبيرة تكبر عندي، يعني السرعة إذا كانت من الخروج عالية فبالتالي تكون الرمجة دي الفورس مال الفرص متعالي. دخلنا نحلل السرعة 8 والسرعة مال الطائرة منين جايات؟ أكيد جايات بالماخ نمبر. إذا كنا نريد نتعامل هي الماخ نمبر، الماخ نمبر إذا نضربه في سرعة الصوت، سرعة الصوت بالثمانية وسرعة الصوت بالمدخل، أكو بينات فرق مع درجة الحرارة. سرعة الصوت كي إذا تذكرون جاما آر تي أو كي آر تي تحت الجذر. زين اختصرنا هذا ويا هذا، شو بقالي؟ الماخ نمبر بالثمانية والماخ نمبر بالأي. كذلك عندنا التمبرتشر تحت الجذر مال الثمانية والتمبرتشر تحت الجذر مال أي. نعم. ايش عندنا بعد؟ عندنا الضغوط. هسه احنا نريد نحل هاي المساله شلون. عندنا تمبرتشر ريشيو، التمبرتشر ريشيو هذا ايش يتبع وراها؟ يتبع وراها لازم نلقي البريشر ريشيو. هذا البريشر ريشيو عن طريقه راح نبدي نحل هاي المساله شلون. انا ايش عندي؟ عندي البرشر التوتال على البرشر العادي 1 زائد ان كي ناقص 1 على 2 ماخ نمبر اي تربيع، هذا ماخذها كي على كي ناقص 1، هاي سابقا كنا ناخذها بالجاز دايناميك، هذا اخذناها. والثمانيه بالمخرج ايضا نفس الشيء، بس ايش عندي اني؟ عندي هذه وهذه ايش بيهن؟ متساويات. وهذا انت هيك حاكيها، هاي الثمانية وهاي الس اي. زين شباب، لا والله، ها شباب، فعدنا هذا وهذا متساويات. جيد. زين ما دام هذه متساويات فاكو فد ملاحظة ذكرناها قبل قليل، أن الواحد والأي والثلاثة كلهن يشبيهن الضغط التوتال متساويات متساوي، والأربعة والثمانية أيضا متساوي، وقلنا فور ايزنتروبيك. زين أيضا راح يكون عندي البريشر على طول التوتال متساوي. هذا بمعنى أن البي تي اي والبي تي 8 شبيهن ايضا متساويات. وين وديت انت؟ معناها انه البي تي اي على البي اي يساوي البي تي 8 على ال 8،
مال مخرج ومال مدخل. اخو حكيك انت زين، شوف الكارثه اللي هنا. بالاخير ايش قال؟ قال اذا المدخل مالتي الماخ نمبر يساوي لي الماخ نمبر عند المخرج. هذا حكي منطقي. ربكم هو هذا حكي منطقي. ما شباب يعني الماخ نمبر من المدخل والماخ نمبر من المخرج متساويات، معناها انه الرانش تكشمل يسوي هذا كلام لما اول واحد يباوعه صحيح. واني حقيقه من درست في وقتها ايضا تفاجات مثلكم، انه معقوله يعني المدخل مال ماخ نمبر المدخل والمدخل والمخرج مال ماخ نمبر متساويه؟ معقوله معناها هذا ايش يسوي؟ وش ما يسوي؟ هذا ليش؟ السبب ليش؟ انه احنا دا ناخذ نعتبر الماخ نمبر سرعه، هذا القصور بالعمل بالتفكير حقيقه يعني اللي في وقتها انا يعني اللي يعني قصرت في تفكيري هذا، انه انا اخذت ان الماخ نمبر هو مثال للسرعه في حقيقه راح الامر. يزيد سرعه الصوت بنفس الوقت، لان راح يزيد راح يزيد سرعه الصوت، لان راح يزيد درجه الحراره همين. ممتاز ممتاز. وين التغيير اللي دا يصير؟ الماخ نمبر هو مو مقياس بس للسرعه، مو مقياس للسرعه ايضا، مو مقياس للتمبرتشر. فاحنا هاي هم ما انتبهنا لها. فاكو تناسب ما بين السرعه والتمبرتشر بحيث النسبه تطلع متساويه. ابطال لو ما ابطال هسه فهمتوني شنو؟ يعني الماخ نمبر يمثل لي نسبه، نعم نسبه. نسبه المن سرعه الى تمبرتشر. صح لو غلط؟ يوم ذا احكي شيء غلط. هذا على ان العمليه ما دا ننظر لها انه دا ناخذ بس البسط. الفكره مالتنا ان البسط هو الاساس اللي هو السرعه. اهملنا المقام اللي هو التمبرتشر. في حين انه اذا تساوت الماخ نمبر مو شرط ان السرعه متساويه، النسبه متساويه. نسبة سرعة هذا إلى التمبرتشر تساوي نسبة سرعة هذا إلى التمبرتشر. أوكي؟ السرعة ما متساوية. ويا لا أغرد وحدي. ويا دكتور. ويا دكتور. عاشت إيديكم، عاشت إيديكم. بالتالي بالتالي فالعملية كالتالي، مو مفاجئة أن الماخ نمبر متساوي بالمدخل وبالمخرج مرة وجدت. ستعال احكي لي هسه بدي أريد أطلع فراست هسه. يعني هذه واحدة من الأشياء المبهرة اللي اكتشفناها الواقع. حاول أن نوصل أن اليو 8 على اليو 8 تساوي جذر الثمانية على جذر الـ TA. ليش؟ لأن الماخ نمبر الحذف من الفوق والجو. أوكي شباب؟ بقى بس التمبريتشر ريشيو. يا أبويا شلون نطلع التمبريتشر ريشيو؟ أطلعها عن طريق القوانين الأساسية اللي أخذناها اللي هي خاصة بالتمبريتشر، ما أدري إذا إحنا ذكرناها ولا لا. لكن هاي القوانين بس تنشال من عندهم هذا يصير تمبريتشر فهمتوا شنو؟ يعني هذا يصير جوا هنا تي توتال 8 على تي 8 متساوي 1 على جاما ناقص 1 على 2 ناخ 8 وتي توتال 8 على تي 8 1 جاما ناقص 1 على 2 ناخ 8. سوينا نسبة بها قسمنا هذا على هذا بحيث تطلع لنا تي 8 على تي 8. خلاص طلعت تي 8 فوق
والتي اي للأسفل. الشكل اوكي شكرا. بعدها يعني ايش قال؟ قال يا ابوي انت قلت الماخ نمبر، مو قلنا الماخ نمبر متساوي، يشيل هذا القوس يشيل هذا القوس، ايش راح تصير عندي؟ صارت عندي التوتال النسبه 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 به مرة أخرى أعيدها تساوي نسبة التوتر. دكتور يا ريت لو زومين على الشاشة شوية. تدلل فأصبحت عندك التوتال مساوية علما للاستاتيك. بس شنو هذه؟ نسبة. أعيدها، نسبة هذا إلى هذا تساوي نسبة هذا إلى هذا كقيم. نعم نسبة إيه؟ نعم وياك التي ثلاثة تساوي التي اي ايزنتروبيك. هاي قبل الحرق، هاي المنطقة اللي قبل الحرق هنا. هذا التمبريتشر التوتال تساوي الـ A تساوي T 3. أوكي وعندك الـ T 8 بعد الحرق ويا الـ 4 أيضا متساوية، هذا بدنا نحكي عنه. توتال بحكي خلصنا زين. إذا أنا الـ T8 T total 8 على T total 8 أقدر أستعيض عنها بإيش؟ أجيب هذا أخلي مكان الـ A وأجيب هذا الأربعة مكان الثمانية، أصبحت الـ T total 4 على الـ T total 4. وهاي النسبة سميناها سابقاً بالـ ratio of combustion of burning، درجة الحرارة مال burning الريشيو مالتهم. هذه يعطى بالسؤال. It's okay. Which is the burning total temperature ratio. إذن نسبة الـ U8 إلى الـ UA تمثل لي الـ burning ratio تحت الجدر. اوكي ابطال نروح عوضها بالثراست. اذا الثراست اصبح لدي في التعبير اخر شو يقول؟ يقول بغض النظر عن الام دوت والسرعه مال اي فإن الـ burning ratio للـ total temperature آني هاي إلها نسبة كلش مؤثرة على من؟ على قيمة الـ thrust الطالع. كل ما زيدت عملية الحرق كل ما هل الصاروخ فيه أو الإنجن كل ما انطاني thrust أعلى صار عندي قوة دفع أعلى. وفتشي يعني مخترع انت الدنيا بيها، يعني هو عادي كل ما زيد انا ادوس بنزين كل ما ادوس بنزين كل ما يكون عندي فرق او نسبة درجة الحرارة عالية فبالتالي راح يصير عندي دفع اكبر. اوكي يعني كل ما انا احسن عملية الحرق اللي تتم داخل الانجن بحيث انه نحصل على اكبر طاقة أكبر طاقة، لكن وقت أني أقول أني حصلت على أكبر thrust. Thrust is directly proportional to mass flow rate. أكو mass flow rate هذا اللي هنا يتأثر بيه من يتأثر بيه الثراست. كل ما زاد الماس flow rate كل ما شنو كل ما زاد الثراست. كذلك أيضا
الماخ نمبر. يعني هسه هاي المعادلة آني أبنائي، هاي المعادلة لو هذه المقام أقسمه على الـ AA اللي هو الـ يعني هذا هنا هذا أضربة في الـ AA وهذا أضربة في الـ AA يعني هنا يختصر من الجهتين، ولكن أنا هذا الجزء شبيه F على من؟ على الـ M dot UA على الـ AA تساوي AA تحت الجذر تاو بي ناقص واحد. هذا شيل اللي جوه وهذا صعد اللي فوق، شي يصير؟ فصير عندك F على M dot AA وتساوي عفية عليكم تاو بي ناقص واحد. هذا هي نفس المعادلة. فلما يزيد عندي الماخ نمبر مال طائرة معناها ان الثرست مالتي عالي. يعني اذا اريد ازيد الثرست الماخ نمبر يجب ان ازيده. زين مرة ايضا شلاحظ يا عيني، لاحظ انه البرنر تمبرتشر ريشيو انكريزز الثرست ايضا يزيد. فمثلا if your ratio اذا اريد يعني هذا ما اللي حكينا هسه اني اجي على الجزء الثاني الثرست اني خلصته اجي على الجزء الثاني اللي هو specific fuel consumption. specific fuel consumption الفيول ريشيو اللي هي كتلة الماء الوقود الى الكتلة اللي داخلة بيها من الهواء، ممكن ان نعبر عنه بالاف سمول هذا بهالشكل. فهو تساوي لي كمية الاحتراق ناتجة من ناتجة من عملية الحرق الدلتا اتش. هذه كمية ناتجة من عملية الحرق على اعتبار ان هذا ام دوت اف وهنا الام دوت ويا الام دوت سي بي تي اي في التي توتال 3 ناقص 4 ناقص تي توتال هالشكل هذا. هذا الناتج مال الاحتراق عملية الاحتراق على الحرارة اللي صايرة نتيجة الاحتراق. في النتيجة هذا يمثل لي كمية الوقود المصروفة، كمية الوقود إلى كمية هاي تستغلها حتى تستخرج من عنها الـ TSF اللي هي قلنا إنه هي ناتجة من الثرست، عرفتها المعادلة الثرست على الـ F اللي هي الفيول ريشيو. بالتالي تطلع لك عندك هذه المعادلة. أوكي شباب خلصنا من الـ TSFC في الـ AA لا تنسوا. اجي هسه حكي على الـ TSFC اللي هي Thrust Specific Fuel Consumption تتأثر بالتوتال امبيانت تمبرتشر على اعتبار انه هذه واحدة من البارامترات اللي داخله هذه بالماخ نمبر ايضا بدا ياخذ واحدة واحدة توتال تمبرتشر انكريز ليرنينج هذا تي هذا واحد يقول زين اني شيء مرتبط بشيء. شنو شيء مرتبط بشيء؟ يعني هنا الماخ نمبر وسرعة الصوت اثنين هن نفس درجات الحرارة، مرة بالباسط ومرة بالمقام. وهنا عندك درجة الحرارة بالباسط
وهنا عندك درجة حرارة بالمقام، وهذه ممكن أن تسوي confusing عندي، بمعنى أنه أني من اللي قيمته تطغي على القيمة الأخرى الأكبر، فهو يا أما يكون ماخ نمبر يا أما درجة الحرارة أنت شبكتها عليه، فيا هو أفضل ماخ نمبر ممكن أن أطير به الرام جت، الماخ نمبر أنك أنت أكفئ الأوبتيمم ماخ نمبر ممكن أن أطير به لما تشتاق هاي المعادلة نسبة إلى ماخ نمبر، تشتاقها نسبة وتساويها إلى الصفر، ذاك الوقت تطلع لك الأوبتيمم، تطلع لك هذا القانون 2 على جاما ناقص 1 تحت الجمع، هذا الماخ أي الأوبتيمم. زين شباب، زين ناخذ اكزامبل على هذا الموضوع. الاكزامبل عندك رامجت ترافلينج ات ماخ نمبر 3 ات ان اتيتيود اوف هلجت منطقية الارتفاع. زين الاكسترنال ستاتيك تمبريتشر منطقية والاكسترنال ستاتيك بريشر منطقية as determined in appendix A، حطيت لكم الأبندكس A ويا هاي المحاضرة صورة عن الارتفاع والضغوط. The heating value of fuel، هذا يا هو أكو واحد يعرف لي هذا شنو يا بطل يقول لي هذا. The heating value of the fuel is 46,520 كيلوجول بير كيلوغرام. دلتا اتش هذا مو specific volume specific heat؟ لا الهيتنج فاليو اوف فيول، هذا واحد مصطفى قال لي هذا دلتا اتش. دلتا اتش يا هو الكابيتال، الكابيتال ايه الكابيتال دكتور ممتاز، هذا دلتا اتش الكابيتال. زين الهواء فلوز ثرو ذا انجن ات، هذا شنو الانتوت the burner exit total temperature منطقية البرنر هذا يا هو هذا ياتي أبطال أراكم قد سكتتم T8 T8 لا T8 T4 شنو T static is total total T total 4 وياي شنو T total 4 زين find the thrust fuel ratio and thrust specific fuel consumption the specific heat ratio can be assumed to be 1.1 full stop احنا كافي هذه لازم تنذكر لكم. بالسؤال زين شنو شنو الحكي هنا احكينا حتى نقدر نحل هذا السؤال. هذا عندك انجن وبه المعلومات كاملة، يريد من عندك انت تقيل الثراست، يريد من عندك الفيول ريشيو، يريد من عندك السبيسيفيك فيول ريشيو. حتى يبدي يحل هذا السؤال بدا باجزاء، يمشي جزء جزء من هذا الانجن، الديفيوزر البرنر والنوزل، هذا اهم الاجزاء الخاصه بهذا الانجن. اجى على الديفيوزر، هسه هو شنو فات ببطن الجسم، بطن الانجن. اولا هو منطيك شنو، منطيك التمبريتشر الستاتيك مال الهواء، عن طريق التمبريتشر الستاتيك مال الهواء نقدر نطلع شنو سرعه الصوت،
ورا سرعة الصوت نقدر اللي هي 322.2 متر بير سكند. بعدها ايش بدأ؟ بدأ يستخرج السرعة الخاصة بالهواء. سرعة الهواء هو قايل الماخ نمبر عندك 3، بس السرعة طلعت له 967.1 متر بير سكند. من ثم قدر أن يستخرج عن طريق السرعة هذه وعن طريق الماخ نمبر أن يستخرج التوتال تمبريتشر مال الهواء، التوتال تمبريتشر مال الهواء. ليش؟ لأنه عندك الماخ نمبر موجود عنده 3، وعندك التمبريتشر مال الهواء موجود عندك بعد ايش تحتاج؟ طلعت لك التوتال تمبريتشر. الثلاثة والواحد والهواء بيناتهم نفس الدرجة، يعني هنا بالأي وبالثلاثة اللي هو الخارج من الدفيوزر أوكي، خارج من الدفيوزر كده يعرف درجة الحرارة مالتها. والضغط، الضغط أيضا نفس الشيء يعني. نفس المبدأ، طلع الـ PTA هنا TTA PTA طلعهم منا لهنا isentropic، فكل الخواص اللي هنا هي نفسها موجودة هنا. فلاحظ الـ PTA الـ PT4 الـ PT3 كلها تأخذ نفس الضغط حسب ما احنا اتفقنا. اجى على الـ M.F، شلون يطلع الـ M.F؟ نفس القانون السابق إذا تتذكر الـ F تساوي M.F على الـ M.F، بس هنا ضرب في الـ M.CP دلتا T مال البرنينج والدلتا H. الدلتا H معلوم عنده كيلو جول، بس انتبه لي شوية زين أبطالي، أنا بس أريد أنبهكم إلى فد مسألة. هنا كيلو جول يجب أن أخذ بنظر الاعتبار في 10^3، هذا الكيلو يعني 10^3، إذا فوق ماكو كيلو جول معناها اللاصت علينا، فهذا هنا موجود الكيلو، فالكيلو يروح ويا من؟ ويا الكيلو، إذا ما موجود أحط 10^3 مو أنسى، كذلك إذا ما عندي بالجوة 10^3 وعندي فوق 1.005 اللي هو السي بي مال هواء، اذا مذكور بالكيلو جول لازم احطه في 10^3 فيصير 1005 جول الكيلو جرام كلبر. فاهمين عليه؟ يعني الكيلو مو تقول انا عندي كيلو جو واجيب بس الرقم هذا، ابنائي مو بس الرقم اجيبه، لازم أفتهم يعني هذا الكيلو جول أنا 10^3، إذا ما موجود فوق كيلو ما أقدر أنا أستمر إلا أحط 10^3، فلا تغلطون بي. M.F طلعت لك زين. الراتيو مال الفيول كونسبشن مطيك أنا الفيول طلعته أنت وهذا الموجود بالسؤال. يجي عن نوزل، نوزل هي أن الـ T8 منطيني إياها اللي هي نفسها T4، الـ P نفس الأتموسفير، شيل يشوف إيش قد الماخ نمبر بالمخرج، إذا طلع نفسه معناها حكينا مضبوط، نفس اللي هو منطيني إياها. جبت الـ P total مال 8 وجبت الـ P8، عكست المسألة يعني بدل أنه أنا أخذ P total 8 على P 8 تساوي 1 زائد جاما ناقص 1 على 2 ماخ 8 تربيع جاما على جاما ناقص 1، عكستها صارت الماخ 8 تساوي تحت الجذر تساوي 1 ناقص أو ناقص 1
ما ده يصير هيك شيء. بعدين أنقل ناقص واحد وأجذر وأقسم وهكذا يطلع لي هذا القانون. أوكي شباب، بعد وراها عوض 2 على 1 ناقص 4 ناقص 1، حط ال 2099 على 57 لهذا راح يطلع لك المخ نمبر 3 وهو نفس السؤال. زين شباب، بالتالي فلما اجي القي تي 8 الاقيها 694.4 694.4 فهمت القصد؟ تي اي وتي اي علما علما ان الماخ نمبر ومتساوي ما بين الاي والاي. 1585 لما نريد نلقي السرعة عند الـ 8 هو طاير بسرعة 967. لاحظ السرعة اختلفت بس بالنتيجة النهائية الماخ نمبر متساوي. بتلاحظون هاي المسائل أبنائي، أنا ليش هذا المثال حتى تعرفون الفرق بين الماخ نمبر إن نقول متساوي وإن نقول السرعة متساوي. الماخ نمبر لا يمثل فقط سرعة وإنما يمثل سرعة ودرجة حرارة. فإذا كانت الماخ نمبر متساوية مو بالضرورة أن السرعة متساوية، وليس بالضرورة أن تكون التمبرتشر متساوي، وإنما أن تكون النسبة ما بين المنطقتين اللي انت ساويت بهن الماخ نمبر النسبة ما بين درجة الحرارة والسرعة تكون متساوية. جاب القانون مال M dot F على F قسم ولقى قيمة TSMC اللي هي صرف الوقت. لحد هنا اكو واحد عنده سؤال ابنائي؟ يا الله، استمر بالتربوجيت ونحاول ان نطول عليكم باذن الله تعالى. الاكزامبل الخاص بالتربوجيت راح اجله على المحاضره القادمه ان شاء الله. هم اذكره وياي سبب انه شوية يعني حالتي الصحية تعبانة، فأحاول انه اكون وياكم بالمحاضرة القادمة ان اكون بصحة افضل. التربو جيت يا ابنائي مثل ما اخذنا سابقا السايكل مالته ايضا مفتوحة، فرق عن الرام جيت او سكرام جيت انه هذا الانجن يحتوي في داخله على اجزاء دواره من كومبرسر وتورباين وكومبرسر انجن وكذلك افتر برنر، محرق امامي ومحرق اولي برايمري وعند السكندري او الافتر برنر اللي موجود في منطقة ما قبل النوزل.
يحتوي على ديفيوزر الاتموسفير طبعا ديفيوزر كومبرسر كومبوزيتور وتوربين افتر برنر اي بي واندوزر. هاي اهم الاجزاء الخاصه بال بالجتيج. عموما كل جزء دوار الدائري كل جزء دوار بيأدي مهمة بيزيد بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة الضغط خاص ب خاص بالماء بالكمبرسر وبالتورباين يحول الطاقة طاقة الحرق أو طاقة الإنرجي الخاصة بالماء الناتجة من الاحتراق إلى طاقة حركية. هاي الطاقة الحركية يغذي بها الكمبرسر. سبق وأن قلنا بالمحاضرات السابقة أنه جميع الطاقة المتولدة بالتورباين تستغل بالكامل من قبل الكمبرسر. فابتكرنا معادلة في وقتها قلنا إن هذه المعادلة تستخدم كمعادلة مساعدة نستعيض بها عن شغل التورباين بأنه هو نفس الشغل اللي موجود بالكمبرسر. فإذا عرفنا نسبة الكمبرسر نسبة الضغط بالكمبرسر أو نسبة التمبريتشر بالكمبرسر مباشرة نقدر نستعيضها عن طريق هاي المعادلة بنسبة الضغط أو درجة الحرارة الموجودة بالتوربين عن طريق هاي المعادلة. نعم بس تجينا شوية أبنائي إذا كان عندنا سبول واحد أو سبولين سبول يعني هذا شافت مال الانجن او ملتي سبول يعني واحد ببطن الثاني فهي النتيجه نفسها سواء كان هاي بريشر لو بريشر هاي سواء بالتوربين او بالكمبرسر هي نفس النتيجه ان الشغل هنا هو يروح كله لهناك. سوينا اتش اس دايجرام هنا الاتش اس دايجرام هذا الاي وهذا الواحد وهذا الاثنين كل هنده يصير بيهن عمليه الضغط ايزنتروبي بعد هيفوت على اي يفوت الى الواحد ويروح للثنين هذا كله يوصل الى الاثنين هو كله العمل ايزنتروبي بدون خسائر. يبدي وين يفوت الى الكمبرسر ببرشر ريشيو يرفع لنا الى الثلاثة يضغط ليا الى ضغط يوصل إلى الثلاثة. واحد يقول زي أدري هنا هم الرقم ثلاثة الكونديشن مالتها هي نفس الكونديشن اللي يصير بالرامجيت. نعم يعني مو نعم يعني أنا أقول مقارب إلى وإنما يعني الفليمينج او البرنر البرنينج اللي يصير بداخل الكومبشن انجن تتم في كونديشن ثابته يجب ان تحقق هاي الكونديشنز حتى تحقق ان هناك حرق كامل للوقود واستفاده بكامل الخلط ما يضيع عندي ضائعات داخل هذا الانجن. فنعم ممكن أن يكون نفس الكونديشن. دخلنا بالبرنر بدأ بعملية البرنر بالكونستن. طبعا هاي العملية مال كومبرسر إلها تضمن بالبرشر ريشيو الخاص بالكومبرسر يعني إحنا حاولنا أن كاينتك انرجي الى طاقه الضغط الى رفعنا بها الضغط
حطينا كانتك إذا في حركة دورانية ترجمناها إلى زيادة بالضبط. فبالتالي فبالتالي العملية إحنا لازم ينطينا البريشر ريشيو خاص بالكمبرسر. طلع من الثلاثة وصل إلى نقطة ثلاثة. هسه النقطة أربعة راح تتم بعملية ضغط ثابت، عملية الحرق من هذا المكان إلى هذا المكان، عملية الحرق تتم بضغط ثابت. فبالتالي العملية من هذا المكان إلى أربعة راح تتم بضغط ثابت. بعدها راح يطلع من الأربعة يفوت على التوربين، التوربين راح يأخذ الطاقة اللي تم بها أو الطاقة اللي وصل إلها نقطة أربعة ويحولها إلى طاقة حركية. هاي الطاقة الحركية يمد بها الكمبرسر اللي هو الثلاثة. واحد يقول زين أنت شو مرة ثانية صعدت هنا هذا بهذا الاتجاه، هذا مال افتر برنر ومن ثم للستة اللي هو هذا هنا للستة، وأيضا دخلنا إلى التوربين. اللي هو رقم يعني العفو بعد الافتر برنر دخلنا الى النوزل ومن النوزل خرج الى الخارج. هذه هي بطبيعه الامر الدوره مالته. اما ما يتم عمليه من غلق الدوره هاي هيك هذا الخط حتى نثبت انه الثاني والاي يقعان على نفس الضغط اللي هو الاتموسفير. فأكو طريقتين للآفتر برنر ونون آفتر برنر. إذا أكو عندك آفتر برنر وإذا كان ما عندك آفتر برنر. للنون آفتر برنر الآخر معادلة اللي هي إحنا شنو نحتاج من هذا الإنجين أيضا الثراست والثراست سبيسيفيك فيول كونسامشن هذا اللي نحتاجه. فالثراست احنا من ذيك المعادلة قلنا ان الضغط 8 والضغط اللي هو الاكزيت وهذا الضغط اي متساويات، فاذا الجزء الخاص بالبرشر بي هي ناقص البي اي في الاريا هذا كله يصير صفر. شنو اللي راح يصير عندي؟ يبقى بس اليو 8 واليو اي. هذني شلون انا استخرجني يعني كالتالي التمبرتشر عند الـ 8 أنا داري دا ألقى التمبرتشر عند الـ 8 شو راح تساوي لي؟ التوتال تمبرتشر عند الـ 8 على التوتال على التمبرتشر مال الـ 8 اللي هي الستاتيك. إحنا شو نلقى هاي النسبة؟ هي نفسها درجة حرارة يا هي نشوفه نفس درجة حرارة الخمسة إذا ما كنا نون افتر برنر. النون افتر برنر إذا هذا ما موجود في الثمانية هي نفسها الخمسة. لا أحكي عليه من أنا مو تمبرتشر T total A تساوي T total 5. زي شباب ال T total 5 هي الناتجة منين خارجة من التوربين. هذا هنا isentropic. isentropic شنو؟ يعني الـ P هم نفس الشيء P total 8 تساوي P total 5. أوكي ماكو مشكلة وياي. فشون استخرج هذه الـ T total 8 على T total؟ لازم أطلع الـ T total 5 هنا الـ T total 5 شون استخرجها؟ كالتالي أجيب عندي أول ما بديت الإنجين T total A
على ال TA. هذه وين أريد أوصل؟ أريد أوصل لشقد أعرف ال T total 8. ال TA وال TA متساويات، أختصر هذا ويا هذا ويا هذا. T total 8 شلون أوصل لها؟ ال T8 ويا ال TA يختصر زين. ال TA هسه علمت عندي، فصارت شنش عندي ال T total 2 عفوا ال T 2 على ال T total 2 T total 3 على T total 2 هذا يختصر ويا هذا. في T total 4 على T total 3 هذا يختصر ويا هذا. في T total 5 على T total 4 بالتالي T8 في T total A على T8 بالنتيجة النهائية هذا يختصر ويا هذا طبعا تبقى بس T total 5. أنا اللي أعرفه أن T total A تساوي T total 5 بس أنا جبت هاي النسب حطيتها T total 3 على T total 2 T total 4 على T total 3 T total 5 على T total 4. هاي النسبة شو تمثل لي؟ تاو مال كومبرسر. نسبة total temperature مال كومبرسر هاي النسبة شو تمثل لي؟ تاو مال بيرنر. هاي النسبة شو تمثل لي؟ تاو مالت توربين. عاشت ايديكم ما توربين كومبرسر برنر توربين. اضيف لها تي توتال اي على تي اي في تي ايت. هذني كلهن ذني شبيهن معلومات يعني اكو فد شيء لازم تعرفه انه مو كل شيء مبهم. فاصبح عندك شنو؟ كومبرسر برنر والتربان كلها معلومة. هذا أني أنا أعطيك إياها خم وأنت تظل تفرفر بذانات. لازم ذني يكون المعلومات. هذا ذني أنا أستخرجهن منين؟ من الكونديشنز اللي تطير بها الطيارة أو المحرك. ويا الـ T8 اللي هو نفس الـ T8 يطلع عندك الـ T8 في توتال 8. هو نفس الشيء أنا أقدر أسويه وين؟ بالبرشر. التوتال بريشر التوتال بريشر بي تي اي نفس هذا بس هنا البي تي 4 على البي تي 3 ايش قد يصير؟ الو ايوه ولا الو البي توتال 4 على البي توتال 3 هذا الخاص بالبرنر والبرنر اتفقنا على انه التوتال والاستاتيك شبيهن بين اثنينهن متساويات فهذا يختصر ويا هذا تبقى عندك بس مال كومبرسر مال توربين يبقى ويا البي تي اي هذا وهذا. اوكي شباب يا ابطال تمام دكتور هسه ال P total 8 على ال P 8 تساوي P total A على ال P 8 ال by compressor ال by turbine هذا شيء مثل لي مثل لي واحد يا ناقص واحد على 2 8 تربيع يا ناقص واحد حول للجهة الأخرى يعني من طرفين شو راح تصير عندي
يروح لهذا. فبالتالي ايش راح يصير عندي؟ زائد جاما ناقص 31 ناقص ترفيه وتساوي ال بي توتال اي على البي اي باي سي باي توتال لوب. هنا كل جاما ناقص 1 على جاما. اوكي شباب تمام دكتور خلاص على الحلقه. هسه شو نسوي قبل ان ناخذ هذا اللي هو T8 على T8؟ المفروض انه يساوي لي هذا. أليس كذلك؟ زين. جاب هذا هنا جوا. والبي تي 8 هذا دكتور؟ ها عينه. أنا جابه. مو الـ PT8 هذا؟ يا هو يا هو بالمقام؟ اي هذا عيني PT8 ال... اي هذا PT8 PT8 هذا اللي هنا موجود هنا. الحقيقة اللي دخلت والله مثل كل دكتور خلي على المحاضرة الجاية نكمل. لا أبني لا ليس هسه هذا اللي هنا في توتال ايت دكتور خاف زايد هاي لان يعني بالعلاقه الفوق ما كان تقسيم على هاي ما المفروض ما موجوده حقيقه لان هنا لما اجينا لهذا المكان نقسم نعم نقسم هذا على هذا يعني العلاقتين هي متشابهه ترى العلاقتين سواء كان أخذ هذه وخلاها هنا أو أخذ هذه يعني هي هسه هذا هنا هذا هو شي يمثل لي T total 8 على T 8 وتساوي تساوي لي هذا. أوكي شباب بس ليش قسم هذا على هذا؟ ليش تقسمت هذا اللي موجود عندك؟ ليش تقسمت هذا اللي موجود هنا؟ دكتور هي ريشيو يعني بدي اخذ ريشيو ما بدي اخذ يعني علاقه. لحظات شباب بس دقائق انا سارد لكم الخبر. عفواً عندي خطأ بالمحاضرة اللي عندي ماكو تفسير لها حقيقة إلا أن يكون هناك أكو غلط بالمعادلة هاي لازم نراجع عنها موضوع هذا هو كان هاي المعادلة أو حتى المعادلة اللي بعدها عموما يعني ما يخصنا انه الان بس اكمل هذا
الموضوع حتى بالمحاضرة الجاية في السرعة لكم. الواي 8 اليو 8 على اليو اي الماخ نمبر 8 والماخ نمبر اي تستخرج عن طريق يعني الطريقة العادية ان الماخ في سرعة الصوت كل واحدة حسب شغلتها. بالنتيجة النهائية فإن الماخ نمبر 8 عن طريق درجة الحرارة اللي هي TA والTA مضافة إلها TC والT ليش هذا؟ لأنه T total 8 على T 8 زين يعني شباب. هذا شو نستخرجه؟ نستخرجه عن طريق T total 8 على TA في التاو كومبرسر والتاو تربين. اوكي شباب هذا احنا طبعا هذا اللي هنا عندي واحد لنا يعني لا تلاحظون جبت واحد زائد انقام ناقص واحد على اثنين ماخ اي تربيع تساوي هذا اللي موجود هنا. ابدي انقل هذا الى هذا، هذا الناقص اجيب الهجيه و هاي القيمه اقسم عليها تصير اثنين على قام ناقص واحد في هذا القوس اللي هو ينزل يطلع للماخ تربيع اللي هو هنا. أروح أعوض الماخ نمبر 8 هذا المكان والماخ أي أيضا أخليه اللي هو يكون من ال هذا ومستند على المعادلة السابقة اللي هو مستخرجها واللي ما أعرف عنها الحقيقة هو منين جاب هذه تساوي تاو بي مستخرجها هنا حاطها لك. وما يخص التي 8 على التي توتال 8 على التي 8 فجايبها من المعادلة الخاصة بالماخ نمبر هذه هذا المكان. أما بالنسبة للماخ نمبر هذا فهو جاي منين؟ جاي أن ال T total A على T A واحد زائد جاما ناقص واحد على اثنين ماخ A تربيع. الماخ A تربيع تساوي T total A على TA ناقص واحد كله على في اثنين على جاما ناقص واحد اللي هو هنا الجاما ناقص واحد ويا البسط والمقام اثنيناتهم راح ينحذفن اثنيناتهم فتبقى بس عند هذا الجزء. بس لحد الآن احنا وطبعا هو تربيع فاستخرج المخ خارج من خارج بالنسبة لخارج القوس. هذا خاص بمن إذا تتذكر العفو هذا مو خارج القوس، هذا إذا تتذكر من المعادلة اللي إحنا سويناها بالبداية إذا تتذكرون هذا المخ اللي إحنا بنحكي عنه فتوصل إلى هذه المعادلة. زين احنا المهمه اللي احنا وقعنا بها انه
هذا الترم شوي ننظف الموضوع. هذا الترم إذا نقدر هسه يعني نشوف منين إجى هذا الترم الخاص بهذا المكان، هذا هو المشكلة، لأنه هذا إذا انعرب ما بعده اللي هو هذا هو يتفسر بالموضوع. أنا أتوقع أكو خطأ معين بالمعادلة، راح أوضحها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة إذا أكو مشكلة بالمعادلات. بس عموما يعني هذه يعني هذه المحاضرة نستمر بها الحين نفسر هذا الموضوع. بعدين بالنتيجة النهائية إيش قايل؟ شغلة توربين والكمبرسر نفس الشيء، هاي المعادلة اللي قلت لكم عليها جايب مرتبها، نطلع هذا الريشيو مالتها تي توتال 5 على تي توتال 4، نطلع لي برا تي توتال 4، وهنا نطلع تي توتال 2 او تي توتال، نطلع تي توتال ايضا خارج قوس، ولاقي التاو ما توربين، هذا هي التاو ما توربين، وتي توتال 3 على تي توتال 2 التاو مال كومبرسر. فمرتبها بشكل او باخر، يعني هذا نطلعها هنا تي توتال 2، بحيث هاي صايره ريشيو، هذا متقسم على هذا، صايره ريشيو مال كومبرسر، وهذه نستخرجها للخارج ونصحح لها تاو مال توربين بهالشكل. هذا جايب لي من او جايب اليسرى طلعت له هذه المعادله، معوضها وين؟ كل تاو توربين هذه المعادله هنا، كل تاو توربين هذا اللي هنا معوض بدالها هاي المعادله اللي موجوده هنا. بالنتيجه النهائيه معادله الثراست طلعت له هاي المعادله اللي بالكامل. فاعتمدت فقط على من؟ على تمبريتشر الخاصه بالتمبريتشر ريشيو التوتال مال الكمبرسر، هذا واحد. اعتمدت على درجة حرارة الاتموسفير، درجة حرارة التوتال مال مال خارجة من الحرق، زين، الماخ نمبر اللي طاير فيه، زين، سرعة الصوت ذاك الليفل، وهذا فقط اللي ممكن انه نستخرجه من هذه المعادله. يعني لاني لازم يكون المعلومات عندكم حتى تقدر تستخدم او تستخرج الثراست. هذا مثال بسيط على هذا الموضوع، ان شاء الله نناقشه بعد انه افتهم هذا شنو المأساة اللي موجوده هنا، بحيث نقسم هذا على هذا. هذا طبعا البروسيس غلط اعتقد، انا راح امشي به اشوف شنو الوضعيه مالته وبعدين ارد لكم الخبر.